order system. هذا الاكزامبل ماخوذ، هذا اكزامبل رقم 26. الكتاب عندي سيستم هون، انا حاطط سيستم اوبن لوب، واحد على اس اس بلس 1. اذا بدك تحط الفانتوم سامبلر هون، اطلع هلا هدول، بدي اطلع الزد ترانسفورم ده، هاي هون بدي هاي جي اس، اذا بلاقي جي اوف زد. فلازم طبعا اضرب هاي، اضربهم في بعض قبل ما اطلع الزد ترانسفورم. عندي هون الترانسفير فانكشن تبعت زيرو اوردر هول اوف اس بتساوي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس على اس، فبتصير عندي الان جي اوف اس بتساوي 1 ماينس اي تو ماينس تي اس، والاس هاي بتدخل هون تحت، فبتصير عندي 1 على اس سكوير في اس بلس 1. بدنا نعمل بارشل فراكشن اكسبانشن على هذا الترم اللي موجود هون، ف1 على اس سكوير في اس بلس 1 ايش لازم تساوي؟ عندي هون ريبيتد بول مش هيك؟ ايش لازم اعمل؟ انتوا متذكرين ايش؟ اي على اس سكوير زائد بي على اس، فباخذ A على S سكوير، B على S، و C على S بلس 1. نجمع هدول هون، بقسم على هاي، بتصير عندي A في S بلس 1 زائد B S في S بلس 1 زائد C S سكوير، وهاي بتساوي 1 على S سكوير في S بلس 1. هلا لو عملنا سيتنج لاس، ايش ممكن نحط اس؟ شيء سهل، ممكن نحطها ناقص واحد. لو حطيتها زيرو شو بصير؟ او حطها زيرو بتروح هاي وبتروح هاي، مش هيك؟ بتصير اي بتساوي، اي بتساوي واحد، لو حطيت اس بتساوي زيرو، اس بتساوي ناقص واحد، شو راح يختفي عندي؟ سي بتساوي واحد، بتصير سي بتساوي واحد. وبعدين اخر شيء ممكن تعوض القيم تبعت اي وسي، وتعوض اي رقم بعدين لاس. فلو عوضنا قيم A و C، هذه واحد وهذه واحد، وخلينا نعوض S مثلا واحد، فبصير عندي واحد وواحد تنين في A اللي هي اثنين، زائد واحد وواحد تنين في واحد اثنين B، زائد واحد في C اللي هي واحد بيساوي واحد من هون، فبصير عندي اثنين B بيساوي اثنين واحد ثلاثة، ثلاثة بتصير ناقص ثلاثة ناقص تنين، فبي بي بتصير ناقص واحد، فبتصير هذه عندي بتساوي واحد ناقص واحد زائد واحد. فصارت عندي الآن هلا جي اوف اس بتساوي واحد ماينس اي تو ذا تي اس مضروبة في واحد على اس سكوير واحد ماينس واحد على اس زائد واحد على اس بلس 1. هلا بدي اطلع جي اوف زد، بتصير هاي واحد اي تو ذا ماينس واحد ماينس زد تو ذا ماينس واحد، وهدول محلهم هلا واحد على اس سكوير بتعطيني كنا مطلعينها احنا، واحد على اس سكوير بتساوي زد على زد ماينس واحد تربيع، بعدين ماينس زد على زد ناقص واحد، واخر اشي هون زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي، مش هيك؟ لانه عندي هون واحد. هلا هاي اذا كملناها هون، هلا بدي اضرب واحد ماينس زد في هاي، فبتعطيني زد ناقص واحد على زد ناقص واحد تربيع ناقص، لما بضرب هاي في هاي بتعطيني زد ناقص واحد على زد ناقص واحد، واخر شيء هون بتعطيني زد ناقص واحد على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي. واذا بعدين بسطناها كلها بيطلع مع الجواب النهائي 0.3 تي. قديش معطينا اياها تي؟ المفروض تكون معطاه بالسؤال 1 سكند، فهون given انه تي بتساوي 1 سكند بيطلع معي جي اوف زد النهائي بيطلع 0.3678 زد بلس 1
plus 0.2644 على z square minus 1.678 z plus 0.3677. هل هذا السيستم استقام؟ شوف هاي لازم يكون هون في تي مش هيك؟ اوكي. هو معود تي من البدايه واحد فبتخلص منها، مظبوط كلامك صحيح، فيش شيء ثاني غلط، فيش تي ثاني هون، مظبوط، تي هي لانها واحد مش محطوطه هون بال، مظبوط. هيك وطلعت معي هاي. هل هذا ستيبل؟ شو كنا نعمل لما كنا نطلع السيستم ستيبل بالاس دومين؟